التي قد وقعت في غرام وحش من اللحوم. فحينما استيقظت من النوم لها تقع من فورها في غرام جحش. عظيم عظيم عظيم. ولكن اخبريني بالهم، هل وضعت عصارة الحب في عين الفتى الأنثني كما أمرت؟ هذا أيضا قد فرغت منه وعنده نائما، والمرأة الأنثنية بالقرب منه بحيث لن يملك إلا أن يراها عند استيقاظه. حسنا حسنا، هل فتى لنستمع إليهما السر؟ هو نفس الفتى الأنثني، هي نفس المرأة الأنثنية. غير المرأة غير التي رأيت. لماذا تعنفين من يحبك كله؟ كيف يمكن إصلاح ذلك؟ سأقوم بإصلاح ما أفسدته يا سيدي. هيا أسرعي وتفكري أن أخطاء كهذه لا يمكن أن تستغفر. كما وضعت يا مولاي العزيز أمره. الذي يجعلك تعتقدين أنني أكثر منك إذ أعبر عن حبي لك. يا أخي الحمد لله شكري أنت أكثر وأكثر. ألم تكن عشقا كهذه؟ كانت مجرد نزوة وانتهت، والآن لا ترى عيناي غيرك يا حبيبتي. لقد وضعت عصارة في عين ذلك الفتى، وسيكون ثمة رجلان في طلب السيدة، وهي يا سادة تسلية جيدة. فما من شيء يبهجني على هذه البسيطة بقدر ما تبهجني المواقف العبيطة.
عيني ايتها الخطيرة، فإن لحيتك عيني بالقوة كما ألاحق الأثر عن جسدك. ما الذي حدث يا حبيبي؟ حبيبك اقلبي عن وجهي ايتها الخنقاء. أنا جيت وحدك يا رجل أمام هذه المخلوقة الجانية تحول بينك وبين مبارزتي. سأفي بوعدي يا ديمتريوس، فأبارزك. أريد توقيعك على هذا الكلام، فأنا لا أثق في وعد مني. اسمع فقط، ولكن حذري أن يموت كلاكما، فالحق على أحدكما ليكون زوجتي، أو لا اسمع، فلنتزوجاني كلاكما، أو يتزوجني أحدكما، وأتنازل عن الآخر. الذي فقد عقله من فقد حبي لك يا هيلا. اترك هيلا وشأنها ولا تذكر اسمها، واقسم انك لو نطقت بكلمة واحدة تعبر عن حبك لها فستدفع ثمن ذلك. لا شيء يحول بيني وبين مبارزة كلام، ستدعني اذا جلست حتى نرى الى حق بظفرها. اتبعك بل سأمضي معك جنبا الى جنب. واستمضي الآن لشأنك وانتظرني عند مطلع الشمس.